وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد على قناة الخروب. فالجو مشمس والجو حار صراحة، وإن كان هنا في الضيعة الجو شوية الحمد لله الحرارة نقص على مدن بحال فاس ومكناس مراكش وإلى آخره. فهاد العيد مبارك سعيد، احنا مازالين في الأيام ديال العيد، اليوم 7 عيد. عيد مبارك سعيد ان شاء الله يتعدى عليكم الصحة والسلامة وتحقيق كل الأماني. في هذا الفيديو جينا نهضروا على او نوريكم التطور ديال شجيرات الخروب في عمر السنة. هاد الشجيرات اللي هنصور لكم الان كملوا سنة من النمو، تبارك الله كان تطور مع السقي المنتظم. ان كان في الاول كان شوية معطلين، ولكن يمكن هذه ميزة من الميزة ديال شجر الخروب انها كتعطل في الاول باش كديماري، ولكن ملي كتكون المجموع الجذري ديالها وكيبدا النمو الى لقات البيئه الملائمه اللي كنا كنهضروا عليها دائما، العنايه، حفرة تكون عميقه 70 على 70 في جميع الاتجاهات على الاقل، السقي المنتظم 70 يترو كل اسبوع او 10 ايام او 15 يوم على حسب درجه الحراره. فالشجره تبارك الله كتمشي في النمو. انتما كما كتشوفوا هذه الشجره، هذه عندها دابا سنه ديال باش تغرسات، تبارك الله كونت قربت تكمل، مازال ما كملت العمود الفقري ديالها، وان دارت كان فرع رئيسي هو هذا اللي طالع هنا، وكاين هذا عاوتاني جذع، هذا جذع، هذا جذع، ثلاثة ديال الأفرع الرئيسية اللي كاينة خارجة من الجذع الرئيسي، وكاين بداو كيخرجوا الأغصان عاوتاني من داك الأفرع الرئيسية، بحال اللي هذه اللي مشات على ثلاثة ديال الأفرع. كاين جذع رئيسي كما كتشوفوا، وكاين أفرع رئيسية. هذا الفرع هذا هنا كان طول ديال 1.70 متر في ظرف سنة الحمد لله. إذا كاين واحد التقدم في النمو الحمد لله. هذه الشجرة كذلك عندها جذع رئيسي، شوف واحد ديالو، هو الجذع الرئيسي، هذا فرع، هذا فرع على ثلاثة ديال الأفرع، والأفرع كتمشي للأغصان، هذا عمر سنة، هذه حتى هي الطول ديالها تقريبا حوالي 1.70 متر، سنة ملي تغلط، هذه نقدر نتوقعوا الإنتاج ديالها، بداية الإنتاج بين 2023 أو الصيف ديال 2024 لأكثر تقدير، بداية ديال الإنتاج ماشي الإنتاج ديال البيع. كما كنقولو ملي كتبدا تحمل كتحلم كتخرج حبة جوج حتى ثلاثة. هذه الشجرة أخرى كذلك طالعة على هذه الجذع الرئيسي شوية، طلع الفوق مع كاين واحد المسافة أكثر بينها وبين الأرض مقارنة مع الأشجار الأخرى، وخارجة منه ثلاثة الأفرع الرئيسية مازال يلاه بدا يخرجوا الأغصان، ولكن الأغصان مازال صغيرة مقارنة مع الأشجار مع الأشجار الأخرين. انتما كما كتشوفوا مع الشجرة مزيان، تالي الطول ديالها تقريبا واحدة 1.50 متر حتى 1.60 متر. هذه شجرة أخرى من الأشجار اللي النمو ديالها تبارك الله مزيان، واللي كتمشي في العرض أكثر من اللي كتمشي في الطول. إلا لاحظتوا عندها ثلاثة ديال الأفرع الرئيسية، واحد الفرع الرئيسي اللي عنده لي عمودي اللي هو هذا اللي خارج من الجذع، هذا الفرع بدا كيخرج الأغصان تاعو، والأغصان اللي العود ديالو بيض، هذا كنا
وفرع ماشي غصن، لكن خارج من فرع رئيسي. يعني الفرع الرئيسي دا هو اصلا متفرع كما كتشوفوا، هذه تل كاين فيها واحد نوع من الكثافه اللي غالبا كما قلت في فيديو سابق من نوع ديال مريدير الزرهون، ولكن في هذه الكثافه وكيمشي في العرض اكثر ما كيمشي في الطول. ثم الشجره باش تشوفوا هذه، هضرنا على داك الفرع اللي غير هذا اللي غير الجانب الايسر، هذا هضرنا عليه، هذاك راه تقريبا الطول ديالو واحد المتر وستين تقريبا اللي غادي هو هذا. نحتاج العمليه ديال التقليم ما نديروهش دابا، نخليوها في صاله الصوت. دوك الاغصان اللي خارجه منه هابطين لتحت غنضطرو نحيدو باش الشجره تطلع. انتم ما تشوفوا الشجره مزيان، هذه ايضا في النمو على ديالها عام باش تغرسات، وفيها كلها نمو جديد. الجذع تبارك الله غليظ، الجذع ديالها تبارك الله كما كتشوفوا، حتى الافرع اللي خارجين منها غلاظ، الاغصان اللي بداو يخرجوا اللي خارجين من الافرع حتى هما تبارك الله غلاظ. هذه كما انتاج فوقاش تدخل على اكثر تقدير من دابا سنتين، تقدير ربما تعطي الانتاج بعض الاغصان بعد بدا الغصن الجذع الرئيسي يكون عنده عامين يقدر يدخل في الانتاج. ما يدخلش في الانتاج في الصيف ديال 2023، يدخل ان شاء الله في الصيف ديال 2024. هذه الطوب ديال مولاي دري الزرهون، هادو الأشجار كلها عندها عمر السنة. لاحظوا هاد الشجرة مثلا، الجذع الرئيسي ديالها غليظ خارج من ثلاثة ديال الأفرع ديالها واحد المتر وستين تقريبا. هاد الشجرة اللي حداها أيضا باقين عاد خرجوا عملنا كما كتشوف مزيان خضر، حتى هي تقريبا واحد متر وخمسين فيها. هادو كان بملء اللي كانوا تنقلو ملي كنقلو راه شوية النمو ديالها كيتوقف، يعني كتولي تستنى الجدع على ما كتكون الجداري ديالها. هادي الجرة كذلك، يعني هنا مجموعة ديال الأشجار طلعو هاكا مفرعين على جوج من بين هاد الشجرة هادي، تقريبا المتر ديالها طولها واحد المتر وسبعين، حتى هي عام جات كما كتشوفو هالبلاصة ديال التطعيم. خرجو جوج هدا جوج أفرع رئيسي طالعين. هادي الشجرة ياها سنة، هاهي من زاوية أخرى. تقريبا واحد المية وثمانين. ندوزو شجرة أخرى قدام، تقريبا واحد المتر وخمسة وثمانين كما كتشوفو. الجذع الرئيسي ديال التطعيم، وهذه الطلق كما كنقولو بالدارجة المغربية، ممكن دابا المكان ديال التطعيم طاج منو هاد الجذع الرئيسي. تفرع هنا هاد الفرع، تفرع مرة أخرى، عطانا هاد الفرع، تفرع هنا عطانا هاد الفرع، وفي هاد البلاصة، هاد البلاصة بالضبط، هاد البلاصة عطانا جوج فرع. الشجرة هي هادي فيها متر وخمسة وثمانين تقريبا، عندي مع النهاية ديال قبل الفترة تكون، يعني شهر 11 إن شاء الله توصل جوج متر وعشرين، حتى جوج متر وثلاثين أكثر في سنة ونصف، راها نتيجة جد إيجابية الحمد لله. هي الشجرة كما كنشوفو جميع الزوايا،
كاين هاد عاوتاني النوع ديال الهجرة اللي مكيمشيش بطل والو يمشي تاع الهجرة، الهجرة اللي الطول ديالها مازال صغير متر وعشرة تقريبا أكثر تقريبا، ولكن انتم كتشوفو كاع الرئيسي زوين والله راه غلات فيه تكون واحد الخمسة سنتيم فيه في العرض ديال الجدعة ديالو. هادو أغصان جديدة، هادو إن شاء الله من هنا شهر خاش هيكون كما قلت النمو مزيان ديال الخروب، من هنا شطاش هيوصل الطول ديال واحد متر وستين متر وثمانين متر وتسعين والفروع كاملين. شجرة أخرى، هاد الشجرة هادي هاديك من عاد غرسناها في شهر عشرة، قلت لكم في الأول النمو ديال الشجرة كيتعطل، ولكن يكون مجموع الجدد كتلونسا شجرة كتولي حاجة أخرى. شجرة صدقوني شهر حداش غنصورها لكم، تجاوز المتر وخمسين، هاد الشتلة لي كتشوفو عشرة تال دابا تقريبا ما نزل عشرة سنتيم أو خمسطاش، ولكن فيها مواد جداد هاهوما كانو قلال لكن راهم بداو. هاد الساق المنتظم مع الحرارة اللي كتكون نسبيا مرتفعة صدقوني شهر حداش الله نعاود نصورها لكم، وندير رابط هاد الفيديو في الوصف نعاود نصورها لكم، هتكون فيها متر وخمسين إن شاء الله. هادي الجرة دائما مع داك نوع الأشجار اللي هم كيطلعو على جوج جوج تبارك الله كيطلع. هانتوما نتوما تشوفو هدا الفرع الرئيسي، و هادي القيمة القيمة الافرع حسين الرئيسي هما كما كتشوفوا الطول ديالها تقريبا متر و 75 حتى 80، ثلاثه افرع رئيسيه وبدات كتخرج الاغصان من دوك الافرع. وهذه واحد النظره عامه على الاشجار اللي كاينه دابا. هاد الجانب هذا اللي كتشوفوه هنا في الاشجار اللي عندها العمر ديال الاحجام متفاوتة، ما عنديش نفس نفس الراس كما كنقولوا، كاين بزاف كاين ديال الكره كاين البيض كاين، وان كان مش لواحد ولكن درنا داك التنوع ديال الانواع. هادشي كما كيعرفوا الناس في ديال الفلاحه مزيان ما تكونش عندك الشجرة ما يكونش عندك نوع واحد، تلعب على التنوع البيولوجي وكتكون الإنتاج ديال الضيعة كتكون مزيانة. إذا هذا هو المنظر العالي اللي عندي ديال الأشجار، هو هذا كما كتشوفوا إن شاء الله. دابا هذا يلاه هاد الجهة اللي صورت فيها دابا محددة فيها يلاه الشتائل الشجر اللي فيها كمل السنة، الشجر اللي نقلتهم بلاصتو كي ما نجحش التنقيل ديالو رجعنا شت نتائج جداد 19، لان كان عندنا مشكل ديال الطراسة كما درنا في فيديوهات سابقة. الحمد لله داك المشكل زعما الشتائل بداو يكبرو. اذا كان هذا فيديو باش تعرفوا الشكل ديال الشتلاس ديال الخروب من بعد سنة من بعد الزرع، كانت العناية وكان السقي المنتظم والتوجيهات والنصائح اللي كنعطيها. ما تنساوش بارطاجيو هاد الفيديو وتخليو لنا الاعجاب وتفعلوا زر الجرس باش هاد الفيديوهات يوصلوا لاكثر عدد ديال الناس المتابعين، باش يفيدوا الناس انهم يزرعوا شجر الخروب. اذا الى فيديو سابق يلاحق ان شاء الله. شكرا جزيلا على المتابعه ديالكم، انا في انتظار الاراء والتفاعل ديالكم. شكرا لكم، الى فيديو قادم.